بعدين نذكر بعدين اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من امام مستشفى مولاي علي شريف الرشيدية. اكثر من 80 تلميذ وتلميذة اللي تعرضوا للتسمم بسبب اكلة الكسكس والدجاج اللي كلاو في اعدادية واللي كيقراو فيها وعائلة يعني الضحايا مصدومين، وغادي تشوفوا لنا مجموعة من الحقائق اللي هي خطيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيداير بخير؟ انا لاباس مزيان. قرب قرب. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله 114 يعني تقريبا اكثر من 114 كاين تما. المهم راه جبنا ثلاثه الاب ثلاثه راه جايين تما، جينا للكلميمه داروا لهم شي ابره، راه رجعناهم ما داروا لنا والو. شحال من واحد دابا عندكم هنا في السبيطار مولاي علي شريف؟ مولاي علي شريف دابا راه جبنا واحد سبعه. الى ما هزيناهم راه ما كتمشي رجع. راه كاينه ترهوت، كاينه تداوت، كاين لايار، كاين ما عندنا لا طب لا والو. هذا هو المشكل. كنطلبوا المسؤولين يشوفوا اغبر من كردوس، راه عندنا مشكله كبيره. يعني ما عندكم حتى مستشفى تما اللي تعالجوا فيها؟ كاين مستشفى تما ما كنلقاوش ما لا طبيب ولا والو. كتجي كتعمر لك الورقه تقول لك تمشي سير سنجاد ولا كلميمه، حتى الدواء ما عندهمش، غير جيت عمر كاين والو، كاين غير المشاكل تما. راه المسؤولين تما ما كيتوهاش يا فاش. عاوتاني راه جبنا من كلميمه ودوزونا الرشيديه، راه ما داروا لنا والو. احنا دابا في رشيديه راه ضربنا التحاليل تقريبا. دابا راه جيت للمختبر، جيت للمختبر تما، راه تيست التحاليل هما مازالين في يدي، راه كنتسنى التحاليل باش تخرج. هو على مولانا وكنطلبوا، وكاين اللي خرجوا ولدو راه ثالث سبيطار تما باش وصل عليه 50000 فرنك. كاين اللي خسر والناس راه مساكين. يعني عندك بنت؟ عندي هنا بنت خويا. اللي عندي هنا وكنضرب السادس. الله يرحم لك والله يرحم لكم الوالدين والمسؤولين، يهضر مع المسؤولين يطلعوا على اغبال الكردوس، راه عندنا المشكل كبير. السلام عليكم ورحمه الله. كرشهم المهم من الراس، بزاف د المعاناه كيعانوا منها. حنا جبناهم للكلميمه، استقبلونا تقول لهم غير البراوات. ثاني من منطقه اغبال الكردوس ثاني رجعت لهم الحاله، يعني الحاله كترجع واخا تقول لهم البره ولا يديروا لهم الدواء، الحاله كترجع. حنا رجعناهم ثاني مره رجعناهم للكلميمه نفس العاده، ودابا راه صافي ما كاين، ما عندناش. يعني كنطلبوا من جلاله الملك الله ينصح حال اغبال الكردوس، راه كتعيش التهميش والاقصاء، وحتى المسؤولين ما كيديوهاش كاع فينا. كاين المدير، ما التلاميذ كاع ملي مرضوا ما داومش فيهم كاع، كاينش اللي يشوف من حال التلاميذ. يعني الاباء والاولياء التلاميذ هما اللي كيجريو، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده. بغيت نضيف واحد الكلمه، حتى الامبيلونس عندنا امبيلونس وحده، يعني راه كاينين المرضى تما كيتسناو شكون اللي يجيبهم، يعني يبقاو تما حتى يموتوا. يعني نتمناو يزيدونا الامبيلونس. السبيطار ما خدامش، عندنا سبيطار خدام فيه غير طبيبه وحده كتخدم غير في الصباح العشيه. لا يعني المهم كنتمناو من هادشي التدخل العاجل. وشكرا شوف تي في ان شاء الله. نتمناو الثانويات يعني لا داعي لديك في وجبه، يعني في احدى ثانويات او اعداديه في اغبلو. يس، اعداديه في اغبلو كردوس. والمشكل دابا ما عرفناش السبب ديال داك الشيء كاع. الطبيب حنا دابا كنطلبوا من السلطات وتدخلوا باش نعرفوا شكون هو السبب، باش نعرفوا السبب ديال هذا الشيء. وكنت اللي كان السبب باش ياخذ الجزاء ديالو. نتمنى لكم ان شاء الله الخير. ثم تابعتوا معنا متابعي قناه شوف تي في هذا البث المباشر، يعني ازيد من كيف ما كيقولوا ازيد من 112 او 150 حاله تسمم اللي وقعت للتلاميذ التلميذات والتلاميذ. يعني ما يقال، وها نحن نطلب من كل مسؤول وكل غيور على المنطقة النظر.
بعين الاعتبار، لأن هذه القضية وهذه الأوضاع لا تبشر بالخير. وها نحن الآن نتواجد أمام المستشفى.